وإلى الأخبار المحلية، البداية بالمنتخب الوطني. اقتربت مفاوضات اتحاد الكرة مع نظيره الكولومبي من النجاح من أجل خوض مباراة ودية بين المنتخبين في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم المقبل. ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق على خوض مباريات ودية وفقا لرؤية المدرب الأرجنتيني فيكتور كوبر، حيث يواجه منتخبات البرتغال واليونان في مارس ومنتخب بلجيكا في يونيو. ووقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة منتخبات السعودية وروسيا وأوروغواي. قال أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني أن الوجوه الجديدة في المنتخب ستكون بنسبة من 15% إلى 20% خلال المعسكر المقبل والمقرر له في مارس. وأكد نبيه أن أبرز العناصر التي من الممكن أن تكون ضمن صفوف المنتخب ثنائي الأهلي صلاح محسن وأيمن أشرف، بالإضافة إلى لاعب العين الإماراتي حسين الشحات. وسيواجه المنتخب الوطني منتخب البرتغال يوم 23 من مارس المقبل واليونان في 27 من الشهر ذاته في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018. قال علاء عبد العزيز مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن ملعب الجوهرة سيستضيف مباراتي المنتخب الأولمبي بقيادة كابتن شوقي غريب مع منتخب الأولمبي السعودي يومي 22 والسادس والعشرين من مارس المقبل استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأضاف عبد العزيز أنه سيتم الاتفاق مع الجانب السعودي خلال الأيام المقبلة على توقيت المباراتين الوديتين بين الفريقين الشقيقين.